هلو سنابي، شلونكم حبايب؟ كل اللي شافوا البرومو مال البرنامج بصمة اللي راح يطلع الجمعة مال نزار الفارس طبوا علي، قالوا لي دموعك غالية. شكرا، احبكم كلش. اني وعمر خالد ما تطلقنا يا جماعة، هذا قفشة اعلامية، ونفينا الخبر اكيد بالبرنامج. فلا تصدقون هاي الاشاعات، يعني ممكن يصير زعال بين الناس. يعني احنا طبيعيين نزعل ونتراضى، ويصير عندنا اي بيت يصير بيه مشاكل، بس انا والفنان عمر خالد ما اتطلقنا. هاي رسالة للكل، كل البيجات، الشمات، الناس اللي منتظرة، نقول لكم كل شيء بالحياة قسمه ونصيب، بس احنا بعدنا بخير، يعني لا تفرحون. طبعا نسيت اصور هذا اليوم، كلش انشغلت بالتليفونات والسنابات والناس تطمئن علينا. احنا بخير والحمد لله. جاني هاي من ام الذئب. هلا وهلا، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ راح نصور وين احنا؟ بور اف ام. انا ما فيكم بعدين كلمتين ونص ويا الجميله حنين غانم حميد. يعني وينك جميله يا امي؟ لا حياتي، اني وين اني بالفوتوشوب. كانت حلقه رائعه جدا، انتظرونا باكر الساعه 8 على اذاعه اور، حلقه مختلفه انتظرونا. باي باي. مساء الخير والعافيه على كل حبايبنا، اقدم لكم العصابه. عندنا ميتنج وغدا سوا نخلصه، وبعدين نقول لكم شو محضرين لكم. يلا